الفريق واضح ان هو متماسك وان هو بيزيد مستواه ماتش للتاني، وواضح ان يعني ماشيين كويس وعاملين مجهود كويس. لا ان شاء الله، ووضع السوبر مختلف كمان، بس هو الاهلي ماشي ثابت والحمد لله منتظم، ربنا يحفظه يعني. طبعا اداء الحمد لله كويس لحد ما، مع ان في ثغرات شويه في نص الملعب، بس اداء كويس تمام، وكده الاهلي يتصدر وللامام ان شاء الله. والله التغييرات لحد ما ساهمت في التنشيط، بالذات كهربا الشوط الثاني عمل روح وعمل حياه حلوه وجاب جون وعمل جون كويس. والله كسبنا باقل مجهود، والماتش اللعيبه بتفكر في ماتش الصوبه، يعني تركزوا من النهارده مش في الماتش، تركزوا في ماتش الصوبه. هو احلى حاجه فيه النهارده شناوي، هو عمل ماتش امامي، لولا شناوي كنا اتغلبنا الصراحه. هو طبعا هو بيريح لعيبه كتير عشان الماتش اللي جاي، اهم حاجه الماتش الجاي بتاع السوبر، احنا يهمنا بس السوبر بتاع الزمالك، ما يهمناش حاجه. الحمد لله كان كويس، وكهربا كان مكهرب الدنيا. انا كان حلو جدا، وثلاث اجوان كانوا حلوين جدا، كهربا ساعه اسيستين وحلو جدا. هو طبعا الفوز كبير، وماتش كان جميل الصراحه. الاهلي طبعا زي ما هو معروف لعب لاخر دقيقه، والنتيجه الجونين اللي جم في الاخر يعني بسم الله ما شاء الله. التبديلات كانت قويه، ماتش كان ممتع، يعني كان ممتع بكل المقاييس. النادي الاهلي بيلعب في حاله، يعني نقدر نقول حاله جميله جدا. بالنسبه لادائه قبل مباراه السوبر، لا ان شاء الله تبقى مباراه قويه جدا وهيأدي فيها صراحه. وكهربا يعني كان عامل شغل حلو، انا شفته هو يعني ايه كمان له كان ضاغط. انا لسه شايف يعني اعتبر كان ماتش من شويه، يعني لسه جاي متاخر، بس هو شفته اداؤه حلو يعني الله اكبر عليه، بس هو برده محتاج برده كده تشد عليه شويه.